شاء الله تبارك الرحمن، هذه خيرات المدينة. أي فلين على 5 ريال؟ 5 ريال. ما شاء الله. هذا من فين هذا؟ كله من فين؟ أبيار ماشي. كله من أبيار الماشي هذا. ما شاء الله. إلا هنا شوف. هذا القص أمريكي، هذا مصري مستورد. أيوه. وهذا بروكلي. كم؟ 10 بروكلي ومستورد زي كذا دام سعره. أيوه ما شاء الله. ما شاء الله. الله يبارك. هذه أنواع الفاكهة ما شاء الله. أشكال ألوان. اللهم بارك. نسأل عن أبرزها. الأناناس على كم الأناناس؟ 8 ريال. 8 ريال؟ صغير كبير؟ هذا كبير هذا مرة. كبير. عادي كله سعر واحد؟ ما شاء الله. والتين على كم هذا؟ 20 ريال. 20. كم كيلو في هذا؟ كيلوين. 2 كيلو. من فين هذا يجي هذا؟ وطني هذا. المانجا؟ مانجا 25 يمني. يمني ها؟ كم يجي كيلو؟ 3 كيلو؟ 3 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك لكم ما شاء الله. يعني بعد سكري هذا ولا؟ حلو هذا. حلو هذا؟ كم؟ 10. فينا 5. ما شاء الله. الكيوي؟ الكيوي ب10. 10 ما شاء الله. كم مثلا؟ 10 كمان. هذا من فين هذا يجي هذا؟ هذا ايطالي وهذا افريقي. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك. هذا الموز عاد حنسأل إن شاء الله إذا شفنا موز كذا يفتح النفس حنسأل. شوف هذه الأكلة، هذه أنا أعرف هذه سورية طبعا، نحن نسميها أكل دنيا، ما أدري إيش بيسموها هم. يا مدير حبيبنا كيف حالك؟ والله هذا إيش تسموه أنتم؟ هذا أكادولو. يا سلام، يعني نفس التسمية حقتنا. هذا سوري هذا صح؟ سوري. هذا سوري هذا مصري. كم سعره هذا؟ هذا 13. 13 ما شاء الله. الله يبارك لهم. الحمد لله طلعت التسمية واحدة. كم كيلو؟ 35. كم كيلو في هذا؟ 25 كيلو. 25 كيلو ب 35 آخر شيء هذا. هذا كم كيلو في هذا؟ 13 كيلو. كم سعره؟ 50 ريال. المانجا على كم؟ هذا من فين المانجا هذا؟ من فين؟ جيزان. كم كيلو في هذا؟ 15 كيلو. 9 كيلو. السلام عليكم، الله يسعد صباحكم بكل خير. بداية صلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله. نحن الآن متواجدين في حلقة الخضار والفواكه في المدينة المنورة. حلقة الخضار والفواكه صورناها كثير، موقعها في حي عروة بالمدينة المنورة، ما بين دوار عروة ما بين دوار السلام. موقعها معروف، قريب من المسجد النبوي الشريف بحدود يمكن 7 دقائق إذا بتركب تاكسي إلى هذا المكان، بيوصلك خلال يعني فترة زي ما قلنا 5 دقائق 7 دقائق، يعني مقابل بسيط يمكن 10 ريال 15 ريال بالكثير. هذا المكان فيه تجمعات لعديد من المحال التجاري والأسواق المركزية. يعني عندنا هنا سوق التمور المركزي، عندنا سوق الأسماك المركزي، عندنا سوق اللحوم المركزي، عديد من الأشياء تحصلها في هذا المكان، يعني زي ما يقولوا تحت سقف واحد. لكن ما عندنا سقف، ما عندنا إلا الجوال مع الحرارة فصل، فما عليكم نكمل التصوير. اشتركوا في القناة ويلا تابع. نحن اللي حندخله جزء بسيط من سوق الخضار والفواكه. شايفين الهنجر هذا الطويل ما شاء الله تبارك، هذا كله خضار فواكه جوا. شايفين ما شاء الله ما شاء الله. مدير كم هذا ورق عنب؟ 6 ريال. كم؟ 6 ريال. 6 ريال. كم كيلو في هذا ولا ما يجي كيلو؟ اي ما شاء الله. طنجني 15 سوري 13. كم كيلو فيه هذا تقريبا؟ هذا 10 كيلو. 10 كيلو. وهذا سوري 8 كيلو. 8 كيلو. 15 13. 15. اسمه ايش هو معلش؟ بوملي. بوميا؟ بوملي. بوملي. هذا من فين يجي هذا؟ سوري. سوري. هذا سوري. انا سوري ما اعرف. انا سوري ما اعرف. انت سوري تسوي هذا سوري؟ والله ما ادري. كم السحارة؟ 10 ريال. كم بيجي كيلو تقريبا؟ كيف 3 كيلو ولا؟ تقريبا 4 كيلو. 4 كيلو. 15 ريال. عجيب والله، الواحد ياخذه ويجرب. زي ال زي البرتقال بس حامل شوي. اشرتها طبعا. جميل ما شاء الله. الله يعطيك العافيه. الموز هذا على كم؟ كم الكيلو؟ 6 ريال. 6 ريال ما شاء الله كويس. من فين هذا؟
من فين يجي؟ مدير مديرنا الموز من فين هذا؟ هذا فلبيني. فلبيني ها؟ 6 ريال ها؟ ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. لما تتمشى في هذا السوق ودك يعني من كل محل لازم تاخذ لك كذا شيء. لابد في شيء كذا يلفت انتباهك. ما شاء الله في عنب، في تفاح، في احنا زي هذه نسميها كرمانتينا، يعني ما شاء الله اللهم بارك. طبعا انا اتكلم عن اصناف الفواكه، يمكن الخضروات هذه حق الطبخ شغل. ما شاء الله يقول لك بلاش دي. ما شاء الله. كم هذا البرتقال؟ البرتقال هذا 18. من فين هذا؟ هذا مصري. مصري. كم كيلو يجي فيه؟ 7 كيلو. 7 كيلو 18 ريال. يعني بكيلو بريالين ونص تقريبا. هذا حق العصير ولا اكل هذا؟ هذا اكل عصير. اكل وعصير كله مع بعض. سوا سوا. ما شاء الله. ايش في عندك كمان؟ المانجا. هذا مانجا من فين؟ من يمن؟ مانجا يمني. يمني هذا. كم كيلو؟ 7 كيلو يجي ولا؟ لا هذا 5 كيلو 25. 5 كيلو 25. ايوه تمام. ماشي. هنا في ذواقه ولا ايش؟ ما شاء الله جالسين كل شيء ها؟ شكرا. ما شاء الله. آه هذا التفاح الصغير، التفاح الاخضر الصغير ما شاء الله طيب. السلام عليكم مدير. كم التفاح الصغير؟ 20 ريال. الكيلو ولا كامل هذا؟ طبق. كم هذا يجي؟ كم كيلو يجي ممكن؟ 4 كيلو ونص. ب 20 ريال. وقف الكيلو ب 5 ريال. ما شاء الله. شوف العنب هذا. حبيبنا العنب على كم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. على كم؟ 5 ريال. 5 ريال. كم هذا؟ نص كيلو يعني؟ والله ما احنا ما نبيع بالوزن. ما تبيع العلبة. ما شاء الله العوجة وصل. العوجة ايش تسموه؟ احنا بنسميه لوز. لوز لوز. ايوه اللوز السوري. نحن نسميه عوجة. ايوه صح. هو انا سوري يعني عشان كذا. الله يسلمك. الله يحفظك. ينحط مع الملح وتاكله. والله ايوه جاني واحد سوري يقول لي مع الملح. لا تصدق وتؤمن بالله والله ما قيد اكل. ما اكلت يعني ما جربت. حتندم يا شيخ اذا ما اكلت. تبيعه وما تاكله هذه مشكلة. والله ما ادري يا اخي. قلت تعالك لو عندي. ما شاء الله. ما شاء الله. هذا تبيعه كذا بهذا الشكل. كم كذا؟ 15. ما شاء الله. لسه باقي الجارينك ما وصل الجارينك؟ لسه هذاك الجارينك لسه على مستوى هذا. بداية الصيف. بداية الصيف عز الحر. هذا هذاك على مستوى هذا. ايوه. هذا لو ما اكلت منه مشي. اي لا هذاك طيب حتى مع الملح. اي هذاك حامض. لكن اخضر كذا لونه اخضر. ايوه. في ناس ياكلوه حلو كذا لما يستوي مضبوط. ايوه لكن اصفر قصدك. لما يكون اخضر يكون اطيب. يلا الله يفتح عليك. الله يكرمك. هنا البطيخ الاصفر. عبد السميع تبعك هذا؟ ما هو تبعه هذا. ما شاء الله. خليه بس نشوف يخلص من هذا. الرجال مشغول خلاص. نشوف واحد ثاني. اذا حصلنا واحد ثاني بس ما شاء الله اللي عنده على مستوى. رجيتهم كل شوية أقول لهم أنا سوري أنا سوري. ما شاء الله ما شاء الله. السلام عليكم. الله يفتح عليكم. ما شاء الله ما شاء الله. الكمثر هذا من فين؟ هذا من أفريقيا. من أفريقيا. بالكيلو هذا ولا بالطبق؟ كم سعره بيجي؟ سعره 28. 28 ما شاء الله. والخوخ هذا؟ هذه بخارة خوخ فيها. أنتوا هذا تقولوا له بخارة؟ بالله احنا ما نعرف الا اخوك. هذا اخوك. هذا نحن نسميه ايش؟ دراق. دراق. دراق نسميه. شامي يعني سوري. هذا وطني. ايوه. وهذا افريقي. هذا بكم هذا؟ هذا العلبه 5 ريال الكرتون 20. ما شاء الله. من المدينه ولا من فين؟ من حائل. شايف الحجيلي انا قلت. أيوة. المدينه ولا المدينة. ما شاء الله. اي ما شاء الله. وهنا الخوخ هذا؟ هذا 85. 85 ريال. اوه والله غالي. افريقيا هذا. ما شاء الله باين عليه ممتاز. ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك. على كم الحبة هذه؟ الحبة 10 ريال. 10 ريال ما شاء الله. الله يبارك لك. بصرة اسباني 10 كيلو 70 ريال. 10 كيلو ب 70 ريال. 70 غالي. بصرة اسباني المستورد دائما غالي.
المستورد دائما غالي. خليك على وطني ها. الله يبارك لك. أعطيك العافية. في ناس ما شاء الله جزاهم الله خير زي هذا الأخ المتعاوي. في ناس لما يشوفوك حامل الجوال يبطلوا ما يتكلم. ما شاء الله ما شاء الله. عاد هنا أبو كميات ما شاء الله. تقريبا خلاص كده قدام في اللي هو ايش يسمون البصل وال... حنمر عليهم ان شاء الله. البصل وال... والبطاطس وغيره. نشوف اذا في شيء غريب ان شاء الله نصوره لكم. يعني تقريبا احنا مرينا على اغلب الفواكه اللي موجودة. بالنسبة للخضار والخضروات زي هذه يعني غالبا الكيلو على 5 ريال. ما شاء الله. كامل هذا 5 ريال. وهذا كله. هذا خمسة. أي شيء 5 ريال. ما شاء الله. يا سلام. ولا ولا. بلاش ها. هلا الشيء. يا مرحبا. هلا والله حياك الله يا مرحبا. الله يبارك فيك. أنتم عندكم هذا خوخ تسموه ولا؟ هذا خوخ وطني هذا تبوك. هذا من تبوك ما شاء الله. هو مين جو جديد. ما شاء الله. كم كيلو بيجي هذا؟ هذا الطبق كامل 15. بيجي له كذا 3 كيلو ولا أقل؟ يعني 3 كيلو أقل. حدودة ها؟ حياك الله الله يكرمك الله يجزاك خير ما شاء الله. السلام عليكم. البطيخ الأصفر على كم؟ كله هذا 6 حبات. ما شاء الله. من فين هذا؟ أردن يا ما شاء الله. عاد الأردن والسوري كله موجود يعني. الأخيار هذا 2 15. كم الواحد فيه تقريبا كم كيلو؟ 2 كيلو. الواحد فيه 2 كيلو يعني 4 كيلو 15 تقريبا 3 كيلو ونص. عفوا 3 ريال ونص الكيلو. الطماطم سألنا عنه. الورقيات يعني امرها بسيط يعني على ريال واحد تقريبا الكيلو. المانجا اكثر شيء ما شاء الله. المانجا مسيطر تحسوا على السوق. الباذنجان ما شاء الله. انا عندي حساسيه من الباذنجان. الله يكرم النعمة ما شاء الله. في ناس محبين الباذنجان. كم الباذنجان؟ 5 ريال. 5 ريال هذا؟ كم كيلو فيه تقريبا؟ أظن 2 كيلو. خلي 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 بس سؤال بس. أنا بس يجي تصوير بس. خلينا بس عشان نمشي. صوت ازعاج صح؟ طيب خلينا نمر على ايش بيسموه سوق البطاطس والامور هذه. نصور لكم هناك تمام؟ ما شاء الله. طبعا موقع السوق يعني اللي ما يعرف نعيد ونكرر نقول سوق الحلقة أو حلقة الخضار والفواكه موقعها يعني سهل جدا. قريب من الحرم بين دوار عروة وبين دوار السلام بينهم في الوسط. وهي هذه المنطقة يعني تابعة لحي عروة تمام. هذا حي عروة يعتبر حي عروة. وأي تاكسي اللي جاي مثلا من برا المدينة لما يكتب مثلا في جوجل ماب حلقة الخضار والفواكه يودي على هذا المكان. وهذا المكان يعني معروف فيه أي تجمع لكل الأشياء أي شيء تحتاجه في البيت موجود في هذا الموقع تمام. فما حيضيع هذا المكان. يلا ننتقل إلى موقع آخر. حبيبنا البطاطس على كم؟ 8 ريال. كم كيلو فيها؟ 4 كيلو. والبصل هذا؟ يمني. كم كيلو فيه تقريبا وكم سعره؟ 12 كيلو. 25 تمام. في انا شايف بصل كبير ايش وضعه؟ وطني. وطني. كم كيلو هذا؟ تقريبا 7 كيلو. 7 كيلو
20 ها؟ 10 ريال. 10 ريال تقريبا الكيلو بحدود ريال وشوي ما شاء الله. والثوم اللي هنا؟ 20 ريال. وطني ولا؟ لا صيني. صيني كم كيلو فيه؟ 3.5. كم سعره؟ 20 ها؟ هذا بطاطس على كم هذا؟ ايوه 4 ريال. كم كيلو فيه هذا ممكن؟ 2 كيلو يعني كيلو تقريبا ريالين.